أنتم بروفيسور في الصفوف الأولى، كيف تدبرون مسألة إنهاك الكوادر الطبية التي تعاني منذ البدء ومنذ الأزل من قلة الأعداد والإمكانيات كذلك؟ أولا لازم نتكلم على الأطباء والممرضين ومهنيين الصحة لا في القطاع العام وفي القطاع الخاص اللي اليوم مجندين مدة 6 أشهر لأن تنتكفلوا بالمرضى وفي واحد الحالة بعض المرات صعبة لا معنويا ولا جسديا لأن الضغط كثير في المرحلة بعد الحجر رفع الحجر الصحي وجميع المراكز الصحية لا في القطاع العام ولا حتى في القطاع الخاص اليوم كاين واحد الدرك كبير لأن عندنا أكثر من المرضى اللي تجوا واللي عندهم أعراض وخصنا نتكفلوا بهم وحالات حرجة طبعا. إذن فحنا اللي تنطلبوا وتنتمناوا بأن المواطنين يساعدونا باحترام التدابير الاحترازية لبس الكمامة غسل اليدين والبعد الجسدي، فوبائيا لأساسي علميا هو البعد الجسدي، لم نتكلم على البعد الاجتماعي لأن احنا كمجتمع. نعود للحديث عن الكوادر الطبية، هناك ضغط كبير عليكم، تشتغلون في ظروف حتى يغيب فيها المكيف مثلا، نريد أن نعرف تجربة عملية كيف تدبرون الخصاص؟ في الحقيقة الإمكانيات الموارد البشرية اللي موجودة لا في القطاع العام لا في القطاع الخاص ماشي بكثرة لأن عندنا أكثر اليوم تقريبا 15,000 مريض تحت مراقبة طبية وخصنا نتكفلوا بالمرضى الآخرين لأن كاين مرضى اللي عندهم أمراض مزمنة أو أمراض أخرى. فالكوفيد 19 طبعا هي من الأولويات لأن اليوم لازم نحارب هذه الجائحة، لكن ما نساوش بأن كاين ألوفات أو 10,000 من المرضى في المغرب اللي عندهم أمراض مزمنة أخرى، داء السكر أو ضغط الدموي أو السرطان أو أمراض مزمنة أخرى اللي خص الأطباء اللي تكفلوا بهم. واليوم الكوفيد 19 جعل بأن تنديروا الإمكانيات كلها لليوم مركزة على الكوفيد 19، وهذا من الخطورة ديال هذه الجائحة اللي ما تتخليناش نكفلوا بالمرضى الآخرين.